مشاهدينا وينضم إلينا من المدينة القديمة في الموصل موفد الحرة فلاح الذهبي. فلاح، يعني أعلنت اليوم الشرطة الاتحادية عن انتهاء المهام الموكلة إليها في المحور الخاص بها، ماذا عن مكافحة الإرهاب؟ مساء الخير زينة. جهاز مكافحة الإرهاب هذا اليوم وصل إلى حافات منطقة الميدان، وهي المنطقة التي انسحبت إليها مجاميع داعش من الأجانب في هذه المنطقة، والمسافة لم يتبقى أمام جهاز مكافحة الإرهاب الكثير، لكن جهاز مكافحة الإرهاب يعالج الأهداف وأيضا يخلي العوائل ويفكك كثير من المنازل التي فخخها داعش. ومعي الآن الفريق الركن عبد الغني الأسدي قائد قوات جهاز مكافحة الإرهاب ليطلعنا على ما تبقى من المدينة القديمة. سيادة الفريق مرحبا. أهلا وسهلا سيد فلاح. سيادة الفريق، ما الذي تبقى من المدينة القديمة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا تحية لك أخي العزيز ولكادر الموجود على الأرض، وتحية لكادر الاستوديو. الحرة هي حرة في كل مواصفاتها وصفاتها، وتبقى هكذا في نقل الحقيقة إلى المواطنين في عموم العالم. اليوم أكملنا منطقة تابعة أيضا إلى الميدان، هي مكاوي، وأصبحت قطعاتنا مع الرتل الجنوبي اللي كمل سوق الشعارين يوم أمس على خط واحد. تبقى الميدان والمناطق المحيطة بها، وأهمها الأقليعات وكذلك سوق السمك. إن شاء الله بالتوافق أو بالتنسيق مع الشرطة الاتحادية والفرقة 16 والفرقة 9 سوف نقول الكلمة الأخيرة فيما تبقى. نعيد مرات ومرات أنه أيام قليلة وتفصلنا عن الإعلان الرسمي لتحرير المدينة القديمة، وبتحرير المدينة القديمة سيكون الساحل الأيمن بالكامل محرر من وجود وتواجد داعش. هل أن القوة صعبة أم أن الأرض التحرك على الأرض أصعب؟ أولاً طبيعة الأرض أعتقد أنت تجولت في قسم من عدها، هذه معوق، والمعوق الثاني هم أهلنا اللي ينزحون بمختلف الأعمار. القسم الأكبر احنا شفناهم عجز، يعني بحاجة إلى رعاية، لذلك احنا بطيئين في حركتنا حفاظاً عليهم. اليوم معلومة مؤكدة من العوائل اللي نسحت اللي هي عشرات المئات اليوم، والرقم منا الفد ساعة راح يكون لدينا جاهز إن شاء الله. اليوم ما يسمون نفسهم المهاجرين اللي هم من خارج الحدود جبروا العوائل على الحركة، وهذا مؤشر على نهايتهم إن شاء الله. يعني جبروا الحركة على النزوح أم على الاقتحام؟ لا، على النزوح، و يعني يدسون بيناتهم بعض الانتحاريين. فقط يوم أمس 18 حالة انتحارية، القسم الأكبر من هاي 18 هي نساء. يعني كانوا يرتدون أحزمة ناسفة، هل فجروا أنفسهم وسط العوائل؟ فجروا نفسهم بمسافة ما أثرت كثير، ولكن اثنين نساء، وبعد أن أصدرنا أوامر إحنا أنه ماكو خمار ينزعون الخمار، وبنات بعدهن في مقتبل العمر، وإجن فجر نفسهن أمام مجموعة صغيرة من النازحين، ولكن الحمد لله القسم الأكبر من هاي المجموعة إصابات وإصابات بسيطة. هل هن تلك النسوة هل هي من المهاجرات أم محليات؟ لا، هن شكلهن محليات بس قد تكون من دول عربية. طيب سيادة الفريق، هل عددهم صعب إلى درجة أنه ممكن أن تأخذ الفترة أيام لكم؟ مهما يكون عددهم هم في حالة انهيار، ولذلك قلنا أيام قليلة قليلة إن شاء الله. يعني مو ساعات قليلة؟
لا بعد وقت نريد نطلع عنا. طيب هؤلاء هل تستمعون إلى ما يقولون؟ تستطيعون الدخول على اتصالاتهم؟ هل هنالك انهزام حقيقي في داخلهم؟ نعم، لدينا أجهزة نتحدث وياهم، يقول له أنت أصمد، أنت أنا داز لك أربعة، قال الأربعة لا تدز ليهم، احمي نفسك، يلا تحميني. يعني صار بيناتهم انهيار حتى من خلال الاتصالات. مشاهدينا يبدو أننا فقدنا الاتصال. فلاح، على العموم أشكر لك تواجدك معنا، مفدنا إلى الموصل، مفد الحرة، وأشكر ضيفك الكريم عبد الغني الأسدي.